طيب انا عايزه اروح للمبادره الوطنيه لازاله وصمه المرض النفسي اللي حضرتك اطلقتها مؤخرا يا دكتور احمد. كلمنا عن المبادره دي وايه الهدف منها؟ المبادره هدفها حاجه واحده، المرض النفسي مرض عضوي وليس له دعوه بالخرافات والغيبيات. المرض النفسي العضو بتاعه المخ. المرض النفسي ما هو الا عطل او خلل في الدوائر العصبية اللي موجودة في المخ في مراكز مختلفة والتوصيلات العصبية الكيميائية. وكل مرض نفسي له علاج. لغاية سنة 1820 ما كانش في حاجة اسمها طب نفسي خالص. كان في حاجة اسمها، ابتدى سنة 1820 ده حاجة اسمها العلاج الطبي للروح. كلمة نفسي يعني روح، وبالانجليزي نفس الحكايه ذا سول اللي هي السايكي. فهي اسم على غير مسمى، هي علوم عصبيه، نفس العلوم العصبيه، ده علم العلوم العصبيه اسمه كده دلوقتي في بعض الاماكن. فانا عاوز افهم الناس ان الوصمه دي ملهاش داعي. هو الوصمه كانت ليه؟ كان اي واحد بيعي نفسيا ما يعرفوش السبب. فهي مش في شياطين، يا اما في جن، يا اما في سحر، يا اما في عمل، يا اما في ده اللي هو موجود عندنا في مصر لغايه دلوقتي 70% من الناس. لسه في ناس بتفكر بهذه الطريقه يعني في هذا العصر. 70% من المترددين على مستشفيات جامعه عين الشمس قسم الطب النفسي مارسوا العلاج التاثير، وفي الخليج نفس النسبه ان لم تكن اكثر. بيعملوا كل الحاجات اللي هي بهذا الشكل. وبعدين انا في هذه الحمله قابلت سياده وزير الاوقاف، وقابلت شيخ الازهر، وقابلت المفتي، وقابلت البابا توادرس. كويس. وكان الاستقبال بتاعهم لهذا الكلام ان هم عندهم دولة المسكين الدين، وكل الناس فاكره ان ده عمل يا اما شيطان يا اما ارواح شريره. كانوا بيحرقوهم في القرون الوسطى على انهم ارواح شريره، الكنيسه كانت بتحرقهم، تحرق العيان مريض نفسي. سؤال، لسه الفكر ده موجود يا موجود. دكتور احمد يعني احنا بنتكلم عن العصور الوسطى. موجود. موجود الفكر الثاني. عشان كده لا يجب تهميش المريض النفسي. المريض النفسي ده هو كل أربعة واحد مريض نفسي. اللي بيخش المستشفى يا جماعة 1 أو 0.5% من المرضى النفسيين كلهم بيتعالجوا. ما كانش فيه زمان علاج، دلوقتي فيه علاج. دي النقطة. كان اللي انت بتشوفيه في الشوارع يقول لك ايه ده مش نظيف، ده مش كذا، ده واحد ما تعالجش خالص. زي ما بيقولوا عنده سكر قلب ما تعالجش، هو طبعا هيبقى مش هيخف، مش عنيف، مش عنيف ابدا. 85% من حالات القتل في العالم بتتاخد بواسطه ناس نقال عنهم ان هم يعني مجرمين، مجرمين وبيتحطوا في السجن. اللي بيقتل من المرضى النفسيين القله 15%. مش يستطيع ان يعمل، يستطيع ان يتزوج، يستطيع ان يبتكر، يستطيع ان ينتج. انت لا تصوري نسبه الاكتئاب وثنائي القطب اللي هو بنسميه باي بولر اللي موجود بين العلماء والفنانين والسياسيين والرؤساء وكل الناس دول. هذا المرض ليه يعني. بقى المرض ده لما بيشفى بيسيب في المريض حاجه اسمها الصمود، لان الام الاكتئاب اكتر من الام السرطان. و70% من الاكتئاب بيجي بالام في الجسم ما يعرفش ده سببه ايه، فبيروح للدكتور الباطني وبتاع. عشان كده بتدرس دلوقتي في كليه الطب اهم حاجه انك انت تستبعد الحاجه العضويه هيبقى الاكتئاب، وليه علاج بيجيب نتائج غير معقوله. و70% اللي بينتحروا عندهم اكتئاب.